انا رايي اتفرجوا على الفيلم وانتوا هتعرفوا المجهود عامل ازاي في الفيلم، لان احنا تعبنا في الفيلم جدا جدا جدا، قعدنا نصوره حوالي سنه، واعتقد ان هو من اصعب الافلام الاكشن اللي اتصورت في مصر، والراي برضو ان شاء الله للجمهور. استاذ طارق العريان، طبعا في كذا حاجه لسه مش مستقرين مين اللي هيخش الاول. يعني انا بالنسبه لي الافلام كلها بتتعمل، يعني في شغلي، يعني انا بهتم بشغلي بغض النظر عن اي حاجه، المهم تبقى قصه ظريفه، وطبعا يبقى فيه ستارز طبعا ظروف، ومشاهد الاكشن طبعا. احنا كنا بنستعمل فيها كاميرات كتير جدا جدا، بنستعمل فيها 8 كاميرات و7 كاميرات، والموضوع ده صعب جدا بالظبط. مش عايزين بقى تفرجوا على الفيلم.